الثانية ظهرا من أون لايف، أهلا بكم. قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي إن منفذ الهجوم على مسجد في لندن عمل بشكل فردي، وتعهدت مي بمحاربة الإرهاب أيا كان المسؤول عنه، ودعت إلى مواجهة التطرف بما في ذلك الإسلاموفوبيا. وأكد رئيسة الوزراء البريطانية أنها ستزيد من قوات الشرطة لحماية المسلمين في بريطانيا. قالت الشرطة البريطانية إن الهجوم الذي استهدف مسجدا في لندن عمل بشكل إرهابي، ورجح قائد شرطة لندن تنفيذ العملية بشكل منفرد، موضحا أن المصلين ساعدوا الشرطة في القبض على أحد المنفذين، وأكد أن جميع ضحايا الهجوم من المسلمين. هذا وأدانت مصر من خلال وزارة الخارجية الحادث الإرهابي في لندن مؤكدة التضامن الكامل مع الحكومة والشعب البريطاني. التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وزير شؤون مجلس النواب لمناقشة عدد من الملفات. وفي لقاء آخر بحث إسماعيل مع وزيري التموين والإنتاج الحربي الدكتور علي المصرحي والدكتور محمد سيد العصار الموقف من تنقية بطاقات التموين. كما بحث الاجتماع الاستعدادات لعيد الفطر المبارك وتوافر السلع في المجمعات الاستهلاكية والأسواق. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي أكد أن هناك أكثر من 2 مليون بطاقة تم تحديثها بواقع 11.5 مليون مواطن من إجمالي 19 مليون، وأن الحكومة مدت مهلة تحديث البطاقات حتى 15 يوليو المقبل. تم الإعلان عنه أن سوف يتم انتهاء فترة التحديث في 30 هذا الشهر 30/6/2017. بعد العرض على دولة رئيس الوزراء احنا النهاردة وصلنا ل 11.5 مليون فرد تم تحديثهم. احنا كنا اللي كل ابتدينا بيه 19 مليون وكانوا متقسمين على حوالي 5 مليون بطاقة. النقطة كلها ان ال 19 دول كلهم ما كانش مجرد انهم فيهم أخطاء، كان في منهم في تكرار وفي كذا وفي كذا، بحيث إن نسبة 11.5 مليون اللي تم تحديثهم دي تعتبر نسبة عالية جدا، ولم يتبقى إلا أمور قليلة: فتح المهلة لاستكمال تحديث البيانات حتى 15/7/2017. النقطة كلها احنا دايما بنحب نشتغل على اخر لحظه. امبارح بس محافظ الاقصر بيقول لي في زحمه على مكاتب البريد عشان الناس قربت على العيد وانتهاء الفتره. يعني احنا معلنين عن ذلك منذ شهر 4. وفي تصريحات خاصة لأون لايف ناشد المصلحي المواطنين بضرورة الإسراع بإنهاء تحديث البيانات تجنبا لإساءة الاستغلال من قبل البعض. والاستحديث من فضلكم تحديث البيانات ده جزء أساسي عشان ما نرجعش نقول أصل في بطاقات مزورة، أصل في فلاشات مضروبة، أصل في ناس بتستغل النظام وتعمل. طب احنا لو بحق بنحافظ على حقنا لابد ان احنا يبقى بياني هو السليم، مش اي اسم مش اي رقم. وفعل بحذر ان هيبقى في اي اخطاء هيعرض الموضوع نفسه للمسؤوليه لعدم الدقه في البيانات، وفي نفس الوقت هيتشطب من القاعده. يعني هيتشطب من القاعده، مفيش حاجه اسمها ان احنا هنسمح بتزوير او بلخبطه. نتيجه كل هذه البيانات بيتم مراجعتها على قاعده بيانات الارقام القوميه او الرقم القومي في وزاره الداخليه. يستأنف مجلس النواب جلسته اليوم، حيث من المقرر أن يأخذ رأي نهائي على قانون زراعة الأعضاء البشرية وتقرير الموازنة العامة للدولة لعام 2015-2016. زار الباب طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مشيخة الأزهر اليوم للقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وحرص البابا طوادروس الثاني خلال لقائه الإمام الأكبر على تقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. وتعد زيارة البابا طوادروس لمشيخة الأزهر عادة سنوية تدل على عمق وقوة الترابط والعلاقات بين الأزهر والكنيسة.
يصل اليوم للقاهرة ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك للقاء عدد كبير من المسؤولين بالدولة. هذا وأعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال بن زايد. ومن المقرر أن يلتقي ولي عهد أبو ظبي خلال زيارته كبار المسؤولين لبحث سبل التعاون بين البلدين في شتى المجالات. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وذلك بمقر وزارة الخارجية. وتناول اللقاء سبل دعم التعاون بين وزارة الخارجية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب في أفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة. من جهته أعرب الدكتور مجدي يعقوب عن امتنانه للتعاون والدعم المقدم من وزارة الخارجية لأنشطة مركز أسوان للقلب في أفريقيا، مؤكدا تطلعه لاستمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. تعتبر القصير مدينة وميناء في محافظة البحر الأحمر اسمها القديم لوكوس ليمن، ويعني الميناء الأبيض باليونانية. كما تعتبر منتجا سياحيا هادئا بشواطئها الرملية ومياهها الصافية وشعابها المرجانية ورياضاتها المائية. أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش في لقاء مع صحفيين في باريس، أكد أن المقاطعة العربية لقطر قد تستمر سنوات إذا لم يتغير مسار سياساتها الداعمة للمتطرفين. ونفى جرجاش نية بلاده التصعيد مع قطر أو أن هدفها هو قطع العلاقات، داعيا تركيا للحفاظ على التوازن في هذه الأزمة. أغلقت السعودية منفذ سلوى الحدودي مع قطر، وهو المنفذ البري الوحيد الذي كان يربط القطريين مع سائر العالم. وجاء إغلاق هذا المنفذ بعد انتهاء مهلة 14 يوما التي حددتها الرياض لمغادرة مواطن قطر أراضي المملكة، وذلك ضمن إجراءات مقاطعة دوحة من قبل السعودية والبحرين والإمارات وبعض الدول الأخرى على خلفية دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق اتفاقية التنسيق في الأجواء السورية مع واشنطن اعتبارا من اليوم. وأكدت الوزارة أنها ستستهدف أي طائرة في المناطق التي تعمل فيها بسوريا، مضيفة أن قيادة التحالف الدولي لم تستخدم قناة الاتصال لتفادي الحوادث في الجو. جاء ذلك ردا على إسقاط تحالف طائرة حربية سورية. قالت واشنطن إنها كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم. انطلقت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من أجل خروجها من الكتلة الأوروبية الموحدة. وقبيل توجهه إلى بروكسل لبدء المفاوضات، اعتبر وزير شؤون الخروج من الاتحاد ديفيد ديفيز أن طريق المفاوضات سيكون طويلا، مشددا على أن المملكة المتحدة تريد شراكة راسخة ومميزة مع الاتحاد الأوروبي. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.